تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة كذلك. في هذا البرنامج أرقام التواصل بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا تشاركني في تقديم هذا البرنامج، لكن قبل ذلك خلونا نرحب بمخرجنا أيمن سرحيل وأيضا في التنسيق معنا المبدعة دائما ميرا الإغفلي. صباح الله بالخير دكتورة. صباح الورد وصباح الجمال وصباح الخميس المنيس، آخر يوم في الأسبوع، وإن شاء الله نستعد بعد ما يخلص الدوام طبعا أن ندخل في مود الإجازة نهاية الأسبوع ونترك هموم الدوام في الدوام إلى الأحد. فذكركم برقم التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي DHA_Dubai على الإنستغرام. وطبعا مثل ما دائما نذكركم بخصوص المراجعين اللي يروحون للمنشآت الصحية اللي طبقت سلامة مؤخرا، مستشفى حتى مستشفى لطيفة، ضرورة أخذ الوثائق المطلوبة وهي بطاقة الهوية الإماراتية، بطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي، تحديث البيانات في أول زيارة. مثل ما دائما نقول طولوا بالكم واسعوا صدركم، تعاونوا مع الكادر، ومثل ما دائما كنا نقول محمود كان يقول الحالات اللي تحسونها مبطارئة وايد لا تسوون ضغط على الطوارئ، لأنه ممكن تسوي ساعات الانتظار طويلة، توجهوا للعيادات عشان نترك المجال للطاقم الطبي أن يعالج الحالات الطارئة وما يكون في طول انتظار. إذا في عندنا مسجات بعد نقرأها على السريع. شكرا لكم على هذا البرنامج الهادف، شكرا لك يا علي، وأيضا السلام عليكم السلام، شكرا لكم جميعا. أيضا مستمعينا كذلك نذكر بأن التصويت على مبادرة ديمي اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية ابتدى، وعندكم من خلال يعني خطوات بسيطة تقدرون تصوتون لهذه المبادرة، يعني عن طريق زيارة الموقع اللي هو vote.dtmc.gov.ae أو عن تحميل تطبيق HBM BSG، وتقدرون تدخلون يعني تشاركون عن طريق ادخال الهوية. وخطوات يعني تشوفون الفيديوهات المشاركة في هذا في هذه المبادرة، وبعدين تختارون الخطوة الثالثة تكون للتصويت لمبادرة دمي. هذه دعوة لكم. شو هي المبادرة؟ ما نتعرف عليها من خلال هذه الحلقة، ما نتعرف أيضا عن أهمية التبرع بالدم وكل الخطوات في هذا المجال. لكن قبل ذلك خلونا ناخذ دراستنا لليوم. تقول هذه دراسة قريناها قبل دكتورة عن إصابة الأب بالاكتئاب قد تزيد من خطر إصابة الأبناء المراهقين بالاكتئاب. ما في مانع أنه ممكن نعيدها مرة ثانية، ممكن ناسكم ما سمعوا محمود. صحيح أن هذه الإصابة، الفكرة في الأساس أن الباحثين سووا هذه الدراسة اللي تعد الأولى من نوعها بين إصابة الآباء بالاكتئاب وإصابة أبنائهم به، بغض النظر عما إذا كانت الأمهات يعانين منه أم لا. الدراسة استندت يعني على الآلاف من العائلات، وكانت تتحدث عن الخطر بين إصابة أحد الأبوين بالاكتئاب وزيادة خطره عند الأبناء. الموضوع كان قبل يمكن متعلق بالأم، لكن هذه الدراسة أثبتت أن حتى الآباء ممكن يؤثرون على يعني حالتهم النفسية ممكن تأثر على الأبناء.
صحيح محمود، هو يعني احنا كنا العائلة عبارة عن وحدة واحدة، يعني ما نفصل فيها الأفراد، الأب روحه والأم روحه. فكيف الاكتئاب ممكن من الأب ممكن ينتقل للأبناء؟ طريقة جدا جدا سهلة، ترى احنا نعطي لعيالنا رسائل غير مباشرة. لما أنا أتكلم مع الطفل أو هذا طبعا المراهقين مع الولد أو مع ابني بطريقة، الكلام اللي أنا وصليها بالكلمات، الرسالة بوصليها بالكلمات فقط 20-30%، 70% عبارة عن رسائل مخفية داخل الكلام. ممكن أنا أعطيه طاقة إيجابية أو طاقة سلبية، ممكن أعطيه أحساس أن أنا غضبان، ممكن أعطيه أحساس أن أنا أزدري العمل اللي هو قام فيه. من مجرد كلمة أو كلمتين تحمل كثير من الرسائل السلبية للطفل. فإحنا محمود رسائلنا السلبية لعيالنا تؤثر في نفسيتهم جدا جدا جدا. وفي فيديو انتشر قبل يومين عن ان كيف ان الكلمات او طريقة تعاملنا مع اطفالنا في الطفولة في العمر الصغير تأثر عليهم لما يكبرون. لما يكبر تلاقي الشخص يحس عمره انسان منتج، انسان ناجح، يقول لان امي علمتني ان انا بكون انسان منتج، ان حتى لو اخطأت برجع اصيب، ان حتى لو فشلت اعيد التجربة مرة اخرى. بينما في غيرها تم فاشل في حياته يقول لان امي او ابوي من انا صغير كان يقول انت فاشل، انت ما تنفع، انت عمرك ما بتوصل. فنحاسب الألفاظ اللي احنا مرات نقولها لعيالنا في لحظات الغضب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم روحه حذر من الغضب. فنحاول ما نقول والله هذا ياهل ما يفهم، لا، هم يفهمون ويستوعبون وتنغرس ترى الكلمات في عقولهم. واعتقد محمود كلنا عندنا كلمات كان ابهاتنا يقولنا اياها سواء كانت زينة او مو بزينة من كنا احنا صغار، لا تزال تدور في عقلنا مع مرور السنوات ما شاء الله، معنا كبرنا واشتغلنا ولكن لا تزال ترن في اذهاننا. طيب على هذا الطاري بعد كذلك منروح شوية على موضوع آخر، يقول اكتشاف مفتاح في الدماغ يعمل على حرق الدهون في الجسم، حيث اكتشف باحثون في جامعة موناش أن الدماغ يتوفر على مفتاح كيماوي يعمل على حرق الدهون في الجسم. ونشر الأطباء الباحثون نتائج الدراسة في صحيفة شو اسمها هاي اللي سيل ميتابوليزم، يعني الأيض في الخلايا. والله صعب أنا ما أعرف أقولها زين. ووجد عشان أنا ساعدك محمود. شكرا، أنا ساعدت بالعربي. لا فضل فوك. شكرا. وجد الباحثون في دراستهم أن بعد كل وجبة يتفاعل الدماغ مع الأنسولين المتحرك في الجسم وترتفع مستويات الأنسولين كلما ارتفع مستوى السكر في الدم، وهذا ما يحدث مباشرة بعد تناول الطعام. يتسبب الأنسولين في إرسال إشارات إلى الدماغ لتحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية، وهكذا يمكن أن يستفيد الجسم من طاقة الدهون البنية كما يشرح الخبراء. وذكر الباحثون أن هنالك بعض الآليات تساعد على استقرار وزن الجسم، فالدماغ يرسل إشارات بعد تناول كل وجبة بأن خلايا تخزين الدهون الخلايا الشحمية قد تحولت من جديد إلى دهون بيضاء. هكذا يعمل الجسم على حفظ الطاقة، وكلتا العمليتين تمنع من الزيادة المفرطة في الوزن وتساعد أيضا على استقرار وزن الجسم. يأمل الأطباء الباحثون في أن يتمكنوا من التأثير على المفتاح الكيماوي في الدماغ لأغراض علاجية وتحسين إمكانيات القضاء والتخفيف من الدهون الزائدة في الجسم، خاصة وأن السمنة من العوامل الأساسية في الإصابة بالعديد من الأمراض في جميع أنحاء العالم، وقد تسببت السمنة للمرة الأولى في التاريخ الحديث في انخفاض مستوى متوسط العمر المتوقع على المستوى العالمي. شو رأيك؟ أنا اللي قاعد يثير انتباهي في هالدراسات اللي نقراها محمود إن العلماء قاموا يتوصلون للمفتاح، مثل مفتاح الضوء اللي نفتحه ونسكره، مفاتيح في دماغنا، هذا مفتاح الزهايمر، هذا مفتاح للشبع، هذا مفتاح للسمنة. هالمفاتيح الصغيرة اللي صارت ممكن نقول خلت معرفة المشكلة أسهل وبالتالي علاجها أسهل. وأتوقع إذا تم تطبيق أو إثبات إن هاي فعلا وجود هالمفاتيح مثل مفاتيح التحكم بالسمنة عشان واحد ما يأكل وايد أو ما تتخزن دهون عنده وايدة، إذا تم فعلا تطبيقها أتوقع محمود بيعفي الناس مثلا من العمليات، ممكن عمليات تحويل المسار وغيرها والأدوية المخففة للوزن الناس تحب تأخذها. فهذه دراسات دقيقة وجميلة صراحة. والله وهذه العمليات للأسف يعني تصير مثل الموضة بالضبط، يعني كل يوم طالعين لنا بشيء، وكل يوم الناس اللي فيهم كسل وفيهم هيازة ومو بقادرين انهم يعني مع احترامي الشديد بيز عليك دكتور خماس ما عليد امسات اقرا خبر واحدة مشتكي على واحد من الدكاترة ان هي سمينة وقال له تبغى تسوي عملية، قال له الدكتور خيطي حلجت
قالها شو؟ خيطي حلجت. شو هالكلام؟ هذا إيه والله قالت كذا. هي الفكرة يمكن الدكتور خان التعبير. خان التعبير. يعني وقضى يعني تحكم بأكلك يعني. بالضبط. لكن الكلام اللي يقوله بالفعل الواحد إذا عرف يعني شو يأكل وشو يسوي ولازم يلعب رياضة ولازم يهتم بأكله في الأساس. إنزين هذه الطريقة المثلى إنك أنت تخسر الوزن. اللي يركض وراء الأمور السهلة عملية ولا بيسوي يعني إذا تمم محتاج. ولا حبوب اللي أنتوا تأخذونها من غير وصفة طبية. مال السوشيال ميديا يعني بعد كل يوم والثاني طالعين بشغلة. ومعظم اللي جربوا هذه الأشياء يعني طاحوا في مشاكل صحية أخرى. هذا إذا ما زاد وزنهم الضعف. بعد ما يوقفون يرجع محمود وزنهم. بالضبط. لأن في النهاية أنت حتى تسوي العملية بعد كذلك أنت مطلوب منك أنك تنزل وزنك إلى حد معين. بالضبط. ومحمود ترى يدخلون العملية. تنزل هذا الوزن يعني أنت عندك قابلية أنك تنزل أكثر. ترى هاي هي المشكلة الناس يعني تنزل أوزانها. كسل. الكسل. الهيازة أي الكسل. وما في إرادة. الإرادة وايد مهمة. والله عند واحد من الشباب بعد هو ما شاء الله كم كان وزنه وزن كبير. وضعف؟ هي محمد كم مرة كنت بطلعه في البرنامج يوم الأيام إن شاء الله من الصديقة حتى لو بالهاتف كذلك لأن تجربة تستحق يعني الإشارة ومثله في وايدين ونزل بس برياضة وأكل؟ رياضة وأكل هذا مفروض نستضيفه كدليل إن الإرادة ممكن تساعدنا نحقق اللي إحنا نبغاه. إنزين عموما الواحد لازم يهتم مثل ما نقول صحيح بصحته يهتم بنظامه الغذائي وخاصة كل ما تكبر في العمر كل ما عملية الأيضة وحرق تقل أو تسوي أضعف هي وتصير أصعب. صحيح. صباح الخير دكتورة. صباحكم ورد من ند الحمر. هلا ند الحمر عيال عم البرشة. عيال عم البرشة. انزين ليه ما اشتركتم في ماي تشارت؟ شو يعني كيف ما اشتركنا ماي تشارت؟ انا مشتركه في ماي تشارت. ماي تشارت هو التطبيق اللي هو فيه معلومات. ما كان في اي استفسار على هالموضوع. عموما نحن متواصلين معاكم نطلع بعد الفاصل ان شاء الله من نستضيف معانا الدكتوره مي عبد الرؤوف ان شاء الله مدير مركز دبي للتبرع بالدم ما نتكلم عن الكثير من الامور الخاصه بالتبرع بالدم. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 والرسالة النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي هيئة الصحة بدبي على الانستغرام dh_dubai. طبعا مثل ما كنا نقول قبل الفاصل عندنا موضوع وايد مهم وهو ترشيح مبادرة تطبيق دمي لبرنامج حمدان بن راشد الحكومة الذكية. طبعا قبل أن ندخل في هذا الموضوع في رسالة تقول السلام عليكم. لا تدافع عن الدكتور لازم كل موظف في إدارة يكون محافظ على اللباقة وحسن المعاملة المراجعين. لا دافع عن كان يتكلم عن الدكتور اللي قلت إنه قال حق المريضة خيطي حلجت. كلامك سليم. أنا ما قاعد أدافع أنا كنت ذكرت الموضوع لكن أنا ما دافعت أنا قلت الفكرة هو اللي يقوله صح خان التعبير. قال محمود حليلة خان التعبير. قال زين ويمكن سبحان الله بعض الأطباء يحبون يمزحون مع المرضى. صحيح ممكن قال حس الفكاهة يعني. حس الفكاهة يعني أحيانًا واحد بس إنه يعني أنا وجهة نظري لو شو اسمه ممكن تدخل في باب العنصرية إنك أنت تتعامل مع السمان بعنصرية. ها؟ منو يتعامل الدكتور؟ إيه. في عنصرية ضد السمان؟ والله أحلى دمهم خفيف جدا. أشكرك. ليش أنت الآن عن السمان يعني أنا أشكرك بالنيابة عن السمان. يعني مو بنا أنا ما أقصد أنت والله. لا أنا أدري من جهة أشكرك بالنيابة عنهم هم وكلوني أتكلم بالنيابة عنهم معك محمود. أنت الدكتورة مو بسمينة. لا. لكن لازم تضعفين.
هو سبحان الله، لا السمين راضي انه سمين، ولا الضعيف راضي انه ضعيف، ولا الطويل راضي انه طويل، بس ان الواحد لازم يعني طالما المسألة بتأثر على صحتك لا لازم تنتبه شو ما كان. اكيد ها دكتورة، لا فض فوكة. شكرا لك. زين نرجع للموضوع اللي تحدثنا فيه، ترشيح تطبيق دمي الذكي اللي اطلقته هيئة الصحة بدبي مؤخرا لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2017 ضمن 8 مبادرات لجهات حكومية تتنافس فيما بينها للفوز في هذا البرنامج وحمل الراية بعد انتهاء فترة التصويت للمبادرات المرشحة واللي هي أصلا 15 يوم. عموما تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع معانا دكتور مي رؤوف. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح الورد والسرور. صباح الجمال دكتورة. موضوع التبرع بالدم يعني من أجمل المواضيع اللي أنا أحب أطرحها دائما في هذا البرنامج، موضوع له العديد من الجوانب والعديد من يعني النواحي الإنسانية. إنزين يمكن أنت اليوم يعني تحتاج أنك أنت تعرف شو معنى التبرع بالدم وأهمية التبرع بالدم، لا سمح الله باكر هذا بتكون أنت ممكن في لا قدر الله أنك أنت تحتاج نقل دم أو حد عزيز عليك يحتاج نقل دم، فهذه مسألة وايد مهمة. في البداية دكتورة نحن قبل أن نتطرق للتطبيق ونتطرق للمواضيع الخاصة بهذه المبادرة، خلينا يعني نتحدث عن التبرع بالدم بشكل عام. شو أهمية التبرع بالدم وأيضا الخدمات اللي أنتوا تقدمونها في مركز دبي للتبرع بالدم؟ نعم طبعا أولا أشكركم على دائما استضافة حد من خدمات نقل الدم، لأنه دائما نقول أنه مراكز التبرع بالدم بتتعامل مع متعاملين هم غير مستفيدين من الخدمة. صحيح. اللي احنا نقدم لهم هي. صحيح. طبعا دائما نقول في فوائد للتبرع بالدم، اكيد في فوائد، لكن المتبرع بالدم اللي يترك مكان شغله او يترك بيته ويجي للتبرع بالدم، طبعا رح يسوق ويجي ويقضي وقت في المركز ويجي يتبرع بدمه وطبعا يعطينا وقته، حقيقة انسان يستحق كل التقدير، عمل نبيل وعمل إنساني يقوم به. في بعض الحالات مثلا في الحالات الطارئة واللي هي تتكرر كثيرا نتصل بالمتبرعين بيأخذ إذن من شغله يجي يتبرع ويرجع إلى شغله مرة ثانية. فهؤلاء الناس حقيقة يعني نوجه لهم كل الشكر والتقدير على الروح الإنسانية والصفات الكريمة اللي يحملها. ممتاز. التبرع بالدم جدا مهم لسبب أنه لحد الآن في كل العالم ما في بديل للدم الإنسان. فكثير من الأدوية تشوف مثلا متوفرة، يطلعون مثلا دواء بديل، دواء مشابه. صحيح. لكن الدم لحد الآن ما في إلا بديل. بالإضافة لهذا أنه في كثير من الحالات المرضية مثلا مرضى الثلاسيميا ومثلا الحالات اللي يصير فيها نزف شديد، هذه الحالات العلاج الوحيد تقريبا اللي يكون لها هو الدم. صحيح. فبهذه الحالة يعني من كل هذه انه الدم الى اهمية طبعا كبيرة، لان الدم طبعا هو السائل اللي ينقل الاكسجين لجميع اعضاء الجسم والكل خلية موجودة في الجسم. صحيح. ولانه الدم ما الى اي بديل فهناك حاجة ماسة لتوعية الجمهور وتوعية الناس عن اهمية مساهمتهم في دعم مراكز التبرع بالدم حتى يكون في عندنا دم موجود ومتوفر وقت حاجة المرضى. بالإضافة لهذا الوقت الصلاحية، احنا ما نقدر مثلا بنكثف الجهود وبنسحب عدد جدا كبير من الدم ونقول والله احنا حنقعد مثلا شهر وشهرين مغطيين بالدم، لأنه الدم من يتبرع الشخص بوحدة دم كاملة هذه الوحدة بتروح إلى مختبراتنا ويتم فصلها إلى مكوناتها، لأن كل مريض يحتاج إلى مكون، لا يوجد نقل دم كامل في العلم الحديث. فالدم كيس الدم اللي يتبرع به المتبرع يتحول إلى 3 أو 4 أنواع من الوحدات. دم كريات دم حمراء مركزة وهي اللي تعالج مثلا فقر الدم. صحيح.
لأن تحتوي على كريات الدم الحمراء اللي تنقل الأكسجين، وهذه طبعا فترة صلاحيتها 42 يوم. لكن الصفائح الدموية اللي هي علاج للحالات النزف، الأمر اللي ممكن نخزنها 5 أيام فقط، فحتى لو سحبنا كميات كبيرة فحتصير غير صالحة للاستخدام ويتم تلفها. وفي طبعا عندنا منتج آخر اللي هو البلازما الدم البشري اللي ممكن تخزينه لمدة سنة، هو يستخدم لتعويض عن حجم الدم المفقود وعن عوامل التخثر والتجلط. فمن هذا كله نشوف انه في حاجة يومية إلى المتبرعين بالدم أنه يتوجهون لمراكز التبرع، حتى تقدر مراكز التبرع بالدم توفر الدم المطلوب للمتبرعين. قلنا طبعا لا يوجد بديل، وقلنا في أمر صلاحية محدد، بالإضافة لهذا في فصائل متعددة، في أصناف دم ما ممكن تأخذ إلا من هذا الصنف، فبالتالي محتاجين إلى كل الأصناف الدم، فصائل الدم إحنا نسميها، اللي هي متنوعة منها الموجب ومنها السالب، في عندنا الأو، في عندنا الأي، وعندنا البي، وعندنا الأي بي. فإحنا بحاجة إلى مختلف فصائل الدم بشكل يومي وبشكل متواصل حتى نقدر نغطي احتياجات المرضى. ممتاز دكتورة ما انتي ذكرتي فعلا لازم نخلق وعي عشان الناس تتبرع، فهنا السؤال يكون كل حد يقدر يتبرع بالدم ولا في فئات مفروض ما تتبرع او في فئات يفضل انها تتبرع؟ نعم طبعا في شروط للتبرع بالدم، وهذه الشروط الغاية من عندها ضمان سلامة المتبرع بالدم. ما نقدر ناخذ حد بعد التبرع يكون هذا ضرر له، بالإضافة لهذا في شروط ناخذها في المتبرع لضمان سلامة متلقي الدم اللي هو المريض. فمن شروط التبرع بالدم، حتى بس نذكر المستمعين انه العمر لازم يكون بين 18 الى 65 سنة، يكون الوزن اكثر من 50 كيلوغرام، الشخص لازم يكون في حالة صحية جيدة، ضغط الدم، النبض وعدد نبضات القلب ودرجات حرارة الجسم تكون بالحدود الطبيعية. بالإضافة طبعا إلى هذا في عدد أسئلة نسألها للمتبرع قبل التبرع في كل مرة يجي بها المتبرع يتبرع بالدم، لأنها تخص سلامته وتخص سلامة متلقي الدم. حين بنوق الدم مش مثل ما كثير من الناس يصوروها انه احنا نسحب الدم ونفحصه ونحطه في ثلاجة ونصرفه، هي عمليات جدا معقدة، هو مصنع وانتاج لمواد تروح لوريد المريض بصورة مباشرة، اي غلطة او اي خطأ يصير في صرف الدم ممكن انه لا سمح الله تنهي حياة المريض او تنقل مرض مثلا من الامراض الفيروسية اللي صعب يكون علاجها. فلذلك في كثير اجراءات مشددة في عمل بنوق الدم لضمان سلامة متلقي الدم اللي هو المريض، وطبعا سلامة المتبرع اللي جاي يتكرم علينا ويتبرع لنا بالدم. فلا ينزعجون المتبرعين من يجاوبون على الأسئلة، لأنها طبعا ضمان لسلامتهم، وطبعا كل هذه معايير عالمية للجودة. جميل. وأيضا نحن عندنا في يعني في مركز دبي تبرع بالدم حاصلين على يعني اعتماد الدولي. اعتماد دولي. نعم. في هذا المجال. نعم حصلنا على اعتماد الدولي من جمعية بنوق الدم العالمية. جميل. يقول كل ما أبغى أتبرع بالدم ما يستوي، يخبرني الهيموغلوبين عندي ناقص وما يستوي تتبرع، شو الحل دكتورة؟ طبعا إذا الهيموغلوبين يكون أقل من الطبيعي أو حتى طبيعي بس أقل مستوى بعد التبرع، معناها المتبرع رح يصير عنده صعوبة بالتنفس، ما يقدر يصعد دراج، إذا يمشي لح يتعب، وهذا يأثر عليه سلبا. فلذلك من نمنع من التبرع هذا الشيء لصالحه، لأن إحنا يعني بالنسبة لنا سحب طبعا نريد نسحب دم، لأن إحنا نريد نوفر الدم، الحاجة عندكم عالية أصلا، لكن ضمانا لسلامته طبعا اللي هي أدنى الأولوية، فإحنا نمنع من التبرع بالدم. صحيح. كيف هو يصعد نسبة الهيموغلوبين؟ يعتمد على سبب ليش عند الهيموغلوبين واطي. في ناس طبعا عندهم أمراض دم وراثية تسبب أنه يكون نسبة الهيموغلوبين أقل من الطبيعي. في قسم من الناس تغذيتهم ما تكون تغذية متوازنة وصحيحة، فبهالحالة مثلا إذا يكثر من الخضروات ويكثر مثلا من الغذاء، إحنا مثلا دائما نقول البقدونس والسبانخ بنجر البنجر
الشجر، هدول الأشياء الزيدون من نسبة الحديد، اللحوم الحمراء طبعا ترفع من نسبة الهيموغلوبين. ممكن يكون إذا هذا السبب هو، فممكن أنه يتوجه لهذا النوع من الأغذية يرفع عند الهيموغلوبين. وفي طبعا كثير أسباب، في ناس عندهم مثلا قرحة بالمعدة أو عندهم أمراض ثانية تسبب نزف يعني قليل فترة طويلة فتسبب انخفاض في نسبة الهيموغلوبين. يقول أنا تبرعت بالدم قبل 3 شهور، هل يمكن أتبرع ثاني؟ التبرع بالدم كل 56 يوم، شهرين تقريبا. والرجل عادة يقدر يتبرع 6 مرات بالسنة. النساء يتبرعون أقل لأنه طبعا فيزيولوجيا للذكر حظ الأنثيين. تقريبا. هل تبغى توصل دكتورة تقريبا؟ خليهم يتبرعون بالدم يعني شو. ممتاز. يقول معلومة جديدة وشكرا على كل شيء، على النصيحة عامة للدكتورة، النصيحة عامة للناس دكتورة، شكرا. طيب نحن نكمل معاكم الموضوع، لأن الحين منطرق إلى يعني هذه المبادرة، مبادرة دمي، تطبيق جديد اختصر الوقت واختصر البروسس بشكل كبير في عملية التبرع بالدم. شو تفاصيله؟ من عرف بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا أرقام التواصل معنا 600551414 وعن طريق رسالة نصية على 4006، وعندنا مجموعة من الرسائل النصية نجاوب عليها على السريع. وصباح الأنوار، أنا أمارس الرياضة الخفيفة وأكل ما لذ وطاب الحمد لله ولا أشكو من الوزن. اقتراح، لماذا لا تدخل البلدية بتحديد أنواع وكميات الزيوت والدهون بالمطاعم؟ شكرا لبرنامجكم الهادف. محمد، كيف تتدخل؟ يعني هل تتواصل مثلا تخلي المطعم يحدد عشان يطلع الأكل صحي؟ والله نقول لماذا لا يتدخل الشخص نفسه؟ إذا محمود صعب نسوي رقابة على كل مطاعم ونتأكد كم كمية الدهن. أنتوا سووا رقابة على نفسكم يا جماعة، تروح المطعم تشوف المنيو، الأكل الدسم المقلية تأخذه. يعني هو اقتراح، ممكن يقدمه حتى كذلك على نظام الاقتراحات الخاص بحكومة دبي، وممكن يأخذون فيه، ممكن يطور يعني إلى آلية معينة. نتمنى نحن بالعكس. صباح الخير، استفسار بخصوص تغطية التأمين لخطة الحمل والولادة في المراكز الصحية الحكومية. مركز الإخواني خبرونا أن التأمين ما يغطي هناك، علما أن تأميننا من شركة ضمان يغطي ذلك في جميع مستشفيات الدولة. محمد، أنا اللي أعرفه العلاج لجميع المواطنين، يمكن مو مواطن محمود، يمكن أنا اللي أعرفه أن العلاج لجميع المواطنين، لا هو يعني يمكن صاحب السؤال مش مواطن، أي بس أنه ما أدري يعني. ميرا خذي رقمه وحولي على المعنيين. ميرا خذي رقم محمد وحولي على المعنيين. زين، خلينا نشوف شو اللي جاب حيثيات الموضوع. زين، نرجع لموضوعنا الرئيسي. نحن كنا توقفنا عن تطبيق دمي. معنا دكتورة مي عبد الرؤوف اللي انضم لنا الحين، هي مدير مركز دبي للتبرع بالدم. تحدثنا عن التبرع بالدم الآن جديد، مركز دبي للتبرع بالدم اللي هو هذا التطبيق اللي تم أو اللي تأهل ضمن المبادرات الخاصة ببرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، واللي تم انتقائها يعني ضمن أفضل 8 مبادرات. خبرينا عن هذا البرنامج وعن هذا التطبيق وعن هذه المبادرة الجميلة جدا. نعم أكيد، احنا طبعا فخورين وفرحانين بترشيحنا ضمن أفضل 8 مبادرات في حكومة ببرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. خليني أخبركم أول عن تطبيق دمي وشو الفكرة اللي جتي، كيف جتنا فكرة أنه نفتش عن تطبيق ذكي للتبرع بالدم. طبعا مثل ما ذكرنا في بداية البرنامج أنه المتبرع هو شخص متفضل علينا متكرم يجي يعطينا دمه وقته. دائما المتبرعين من خلال الاستبيان اللي موجود في هيئة الصحة في دبي لاستبيان حول رضا المتعاملين، كان دائما يردنا هذا السؤال انه فترة التبرع بالدم طويلة، انه ليش نكرر هذه الاسئلة حول التبرع بالدم. مثل ما قلنا انه ضمانا للمعايير حسب المعايير العالمية في
التبرع بالدم. هناك استبيان يجب أن يعبي المتبرع في كل مرة يجي للتبرع، وهذا الاستبيان يخص كثير من الأسئلة الشخصية طبعا، حول حالته الصحية، حول بعض الممارسات الشخصية. فالمتبرعين دائما يقولون ليش نكرر هذه الأسئلة، لكن هذه الأسئلة جدا مهمة لأنها تضمن سلامة المريض. صحيح. وقسم منها طبعا تتغير من فترة، مثلا واحدة من الأسئلة هل سافرت خلال مثلا الشهر السابق إلى أي دولة، فما نقدر نعتمد على الأسئلة القديمة. صحيح. أكيد. لأنها تتغير. فمن كثرة ما المتبرعين يقولون أنه هذا الاستبيان وإدخال التسجيل المتبرعين، دائما إحنا مثلا نسجل المتبرع لازم ببطاقة الهوية، والموظف اللي موجود في الاستقبال يدخل يطبع الاسم، يطبع مثلا رقم الهوية، فهذا كله ياخذ وقت وبالتالي يأثر طبعا سلبا على رضا المتعاملين. ففكرنا احنا في ادخال خدمات ذكية، وهذه الخدمات الذكية تساعدنا على تقصير رحلة المتعامل وتقصير الوقت. فبرنامج دمي أو تطبيق دمي الموجود على الهواتف المحمولة من على نظام أبل وأندرويد يسمح للمتبرع أنه يسجل بياناته ويقرأ المعلومات التثقيفية والتوعوية حول التبرع بالدم. حتى احنا حاطين مثلا شروط التبرع بالدم، فوائد التبرع بالدم موجودة في التطبيق، الأدوية اللي الشخص إذا يكون ياخذها ممكن تتعارض مع التبرع بالدم كذلك موجودة في التطبيق. فمن خلال التطبيق الشخص ممكن ياخذ كل المعلومات اللي يحتاجها، أنواع التبرع بالدم، شروط التبرع، الفوائد، يقرأها ويقدر يحصل على كثير من المعلومات. إذا حب يستمر ويتبرع بالدم، فالاستبيان اللي فيه مجموعة كبيرة من الأسئلة موجود في الهاتف المحمول في النظام، ممكن يرد عليه وعلى راحته، يكون في مكتبة، يكون في بيته، يكون قاعد في حديقة، قاعد في مول، فهذا بيكون شيء حلو أنه هو قاعد مع أهله مع أولاده يعبي الاستبيان. هذا اللي يوفر النظام حيقصر من فترة الخدمة بما يعادل 15 إلى 20 دقيقة. فعندما يكمل الاستبيان النظام بيعطيه كود اللي هو رمز كودي ويحفظ فيه موبايله. عندما يتفضل ويجينا إلى المركز يقرأ هذا خلال ثواني، تنتقل في ثواني كل المعلومات اللي قراها واللي جاوب عليها إلى الملف الخاص بالمتبرع، ويقدر فورا يروح إلى الخطوة اللي بعدها اللي هي الفحص الطبي. فهذا طبعا يوفر الوقت للمتبرع، يزيد من رضا المتعاملين، ويوفر طبعا الجهد على الموظفين. فبدل ما يكونون الموظفين يقضون وقت في كتابة وطباعة الاسم ورقم الهوية، واللي طبعا الصاحبة كثير من المرات أخطاء. صحيح. لأن مثل رقم الهوية طويل، الحين في قارئ إلكتروني بس يحط الهوية، تنتقل المعلومات من الهوية الوطنية إلى الملف الشخصي للمتبرع، ونقرأ الكود يدخل. فهذا طبعا بالنسبة لنا إنجاز كبير، وحسب ما عملنا بحث من ناحيتنا من المركز وكذلك إدارة تقنية المعلومات التابعة لهيئة الصحة في دبي، لا يوجد أي تطبيق مشابه إلى في هذه الخاصية أنه يكون الاستبيان موجود على الهواتف المحمولة. طبعا تطبيق دمي بالإضافة إلى هذا في مميزات أخرى مهمة جدا بالنسبة لنا كخدمات نقل الدم. في ممكن الجمهور يسجل معلومات إذا يحب يتبرع في الحالات الطارئة فقط، ففي في مكان في التطبيق أنه الشخص يسجل اسمه ورقم الهاتف والإمارة حتى إحنا نقدر نعرف إيش قد يبعد عنا هذا. صحيح. الشخص وصنف الدم حتى يسجل، وهذا طبعا يساعدنا في توسيع قاعدة البيانات. في ناس عندها صنف دم مثلا غير موجود بكثرة، في ناس عندهم أصناف دم نادرة، فهذا يساعدنا في الحصول على هذا هؤلاء المتبرعين في حالة وجود مريض محتاج إلى زمرة أو فصيلة معينة من الدم. طبعا هذا دعم لخطة الطوارئ والأزمات اللي موجودة في الدولة. صحيح. وفي مركز التبرع بالدم بصورة خاصة. ممتاز. دكتورة مي، شو مدى سرية المعلومات اللي أنا أدلي فيها؟ تكون فيها طبعا وايد معلومات شخصية موجودة في التطبيق. نعم. فكيف يتم حماية سرية معلوماتي موجودة في التطبيق؟ هذا طبعا الشغل اللي أوجه لهم الشكر والتقدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي، فعملوا جادين وجهد كبير منهم على أنه جميع المعلومات تكون confidential خاصة وشخصية وفي لها سرية،
وفي إلها أنه تحفظ في أمان. فهم في كادر متخصص اللي عمل على التأكد والتأكد من سرية المعلومات وأنه تحفظ كذلك أنه ما تتلف وتنقل بصورة صحيحة إلى المركز إلى النظام الإلكتروني الموجود في المركز. ممتاز. نعم. الحين تدخلتوا بالتطبيق هذا في كمبادرة في جزيرة حمدان. نعم. فكيف عملية التصويت وكيف ممكن أنا أصوت؟ طبعا انفتح التصويت مثل ما ذكر اليوم أستاذ محمود اليوم بدأ الصباح وحيستمر من اليوم إلى 7 ديسمبر وفي موقع خاص للتصويت vote.dtmc.gov.ae. نعم. لا يجوز لموظفين حكومة دبي التصويت ولا يجوز للأشخاص اللي هم أقل من 18 سنة التصويت، لكن احنا طبعا ندعو جميع الجمهور إلى دعم مبادرة دمي بالتصويت لأنها مبادرة إنسانية، مبادرة نبيلة تدعم التبرع بالدم والأعمال الإنسانية. صحيح. وهي طبعا تطبيق متميز الأول من نوعه يعني. نعم أكيد، الحمد لله احنا يعني فخورين بترشيحنا وإن شاء الله نتأمل نفوز ونرفع الراية بإذنه تعالى إن شاء الله. إن شاء الله تعالى فاكم الفوز إن شاء الله. دكتورة إحنا في بعض الأسئلة شوية عن التبرع بالدم كذلك، نحن ما نذكركم بعملية التصويت قبل أن نختم، لكن التبرع بالدم له فوائد على المتبرع، شو هي؟ التبرع بالدم المنتظم يساعد في تقليل نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، وهذه ما أثبتت جميع الدراسات الطبية. بالإضافة إلى هذا طبعا كل تبرع بالدم يفقد المتبرع كمية من الدم، فالجسم يرجع يعوض بخلايا جديدة، خلايا نشيطة للتعويض عن خلايا الدم والسائل اللي فقد أثناء التبرع. بالإضافة إلى أنه يساهم في تقليل نسبة الحديد الزائد في الدم عند بعض الناس، فهو له كثير من الفوائد الصحية بالإضافة إلى طبعا كونه عمل إنساني. نعم. هني أم محمد تسأل السلام عليكم، عندي استفسار بخصوص التبرع بالدم، ليش الشخص اللي عنده شلل دماغي ممنوع من التبرع بالدم في الدولة مع أن في الخارج مسموح له التبرع؟ هل هو ممنوع دكتورة مي اللي عنده شلل دماغي؟ أي نوع يعني شلل دماغي؟ المتبرع من إحنا طبعا المعايير اللي متبعة في المركز هي معايير عالمية مستندة من منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى جمعية بنوك الدم العالمية. من أهم الشروط أن الشخص يكون واعي، لازم هو اللي يجاوب على الأسئلة، أسئلة فيها كثير من الخصوصية، لا يجوز لأي شخص ثاني. فإذا هو في حالة شلل دماغي غير واعي مثلا، أو مثلا حتى التعاون أو أنه الذاكرة غير موجودة مثلا أو مثلا ضعيفة، فلا يجوز للتبرع مش بس في دبي لكنه في كل يعني الدول اللي تتبع منظمة الصحة العالمية. طيب هني في سؤال دكتورة عن مريض السكري، هل يمكن أنه يتبرع دائما كل ما نفتح موضوع التبرع بالدم يجينا هذا الاستفسار؟ نعم. بالنسبة نعم. لمرضى السكري المتبرعين اللي عندهم سكر ويأخذون لعلاج السكر الأدوية ودائما يتابعون وهو منتظم ممكن يتبرعون بالدم، لكن المتبرعين اللي يعتمدون في علاجهم على الإنسولين فيكون مستوى السكر متذبذب لا ينصح لهم التبرع بالدم حفاظا على سلامتهم. طبعا طبعا بس نأكد ان السكر لا ينتقل بالتبرع بالدم، في كثير من الأسئلة تقول لو تبرعت بالدم وانا عندي سكر هل ممكن انقل لغيري؟ لا ما ممكن تصابون بالسكر عن طريق شو الدم. هي الامراض اللي ممكن تنقل عبر تبرع بالدم؟ ما في أي مرض ممكن أن ينتقل عن طريق نقل الدم، لأن الأدوية والمستلزمات المستخدمة كلها معقمة وجديدة وتستخدم استخدام واحد، والدم ده يطلع من الجسم فما في شيء يدخل الجسم، فلا يوجد أي عملية آمنة جدا. هي عملية طبعا آمنة جدا، لكن طبعا ممكن في مضاعفات جدا بسيطة، مثلا يصير مكان مثلا كدمة أو مكان إزرقاق في مكان الإبرة فترة معينة طبعا. اللي يخافون من الإبرة هذه شو نقول؟ اللي يخافون من الإبرة نقولهم إبرنا ما تخوف. دكتورة مي أنا يهمني بعد ما بعد التبرع بالدم، أنا وزرت المركز تبرعت بالدم، أقدر على طول أطلع أسوق سيارتي وأسير البيت ولا لا؟
احنا طبعا من ضمن الاشياء اللي دائما نعطيها للمتبرع هو يتبرع على السرير نعطيه منشور اللي هو تعليمات لما بعد التبرع بالدم. فيفضل انه طبعا يشرب الكثير من العصائر والسوائل. صحيح. انه ما يمارس اي رياضة تكون عنيفة بعد التبرع بالدم. اول 8 ساعات ما ننصح باي رياضة. ولا طبعا الصعود الى مكان عالي. صحيح. والمتبرع بعد ما يخلص التبرع دائما نخليه موجود في المركز لمدة 10 دقائق يتناول مرطبات حتى احنا طبعا نتأكد انه كل شيء عنده تمام وما في عنده اي دوخة او اي ضعف للتبرع بالدم. ممتاز. نعم. دكتورة مي، كلمة توجهها لأفراد المجتمع عشان نختم لقاء الجميل معك اليوم. تسلمين. طبعا اشكر كل المتبرعين واوجه لهم الشكر والتقدير للعمل الانساني النبيل اللي يقومون به، واحب اقول انه كل متبرع بالدم يساهم في انقاذ حياة 3 إلى 4 أشخاص، لان من كيس الدم الواحد تطلع 4 منتجات تروح لمختلف المرضى. صحيح. واحب ان اقول انه فوطونا فوطوا لتطبيق دمي، لان هذا طبعا يكون دعم للاعمال الانسانيه والاعمال النبيله اللي هي التبرع بالدم، ويكون في له دور كبير في جذب انتباه الجمهور الى هذه العمليه اللي دائما نقول بها انه المتبرع هو شخص متكرم علينا. جميل. وجدير بالذكر بعد كذلك ان هي عمليه اتمته تماما لعمليه التبرع، ليس فقط تطبيق بواحد بينزل وكذا. نعم. لا، هي المساله كلها دخلت الكترونيا. فيعني مشروع رائد، مشروع ضخم، يعطيكم الف عافيه على هذه الفكره. يعني بالنسبه للشخص اللي ام محمد اللي كانت تتكلم عن شلل الدماغ، تقول انا واعيه ويبت ورفضوا رغم اني تبرعت. ام محمد تقول ان هي واعيه، هي صار شلل دماغي. ممكن ناخذ رقمها ونتواصل وياها ان شاء الله. ويعني طبعا نشوف شو الاسباب. أكيد. يمكن في اسباب اخرى ما لها علاقه بالشلل الدماغي. اكيد ان شاء الله. ومشكوره يعني على اصرارها للتبرع. هذه نموذج جميل. هذا نموذج جميل جدا. نموذج جميل. جزاك الله خير ام محمد. بالعكس الحين بنعطي رقمك ان شاء الله لدكتوره مي، وان شاء الله بيتواصلون معاكم في هذا الموضوع. نحن وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. مثل ما قلنا يا جماعه الخير، اللي حاب يصوت للمبادرة مبادرة دمي، 3 خطوات: قم بزيارة vote.dtmc.gov.ae أو حمل تطبيق HBMBSG، سجل باستخدام الهوية، صوت لمبادرة دمي. هذه الخطوة الأخيرة. التصويت من 23 نوفمبر يعني اليوم حتى 7 ديسمبر. وهذا الموضوع مثل ما قلنا لكم، نحن نتمنى دعمكم لأن الجماعة يستاهلون. مشروع جميل جدا ويستاهل كل الدعم. دكتورة شو تبغين تقولين آخر شيء؟ بغيت أقول إن فعلا لازم نصوت لهالمبادرة. لو كان في مجال والله أنا صوت، لأن مبادرة جميلة وهدفها إنساني غير عن المبادرات اللي تعودنا عليها. فمبادرة جميلة ومميزة، وكفاية إنها تطبيق الوحيد. خلي الوالدة تصوت. يعني بخلي أمي تصوت. خالة محمود بعد زي خليه صوت، أهم واحد. المهم شكرا لكم ونتمنى لكم إجازة سعيدة إن شاء الله. شكرا لك دكتورة مي عبد الرؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. شكرا لك أيمن سرحية. شكرا لك يا أميرة الغفلي. مشكورين مستمعينا، وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. نقول لكم في الختام، دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.